سبحان الله. يا الله يا ربي عليك التسابيح، لولاك عرجات السنين رجيت بي، استمد العون رهبه وتسبيح والعفو كان جروح وقتي، صدت بي الحظ كورة والنوادي ضح أضيح سددتها في العارضة، واحدرت بي شطين الضفية وركلات الترجيح والنوادي. يا ابو عزوز قال له كلم وكلم، وش هذا؟ قال لك عشان مره انا مسكني يا ولد والله تبي تحط تبي تحط المشكله فيني ها؟ والله مسكك وذا بعد وذا شو؟ يا ولد ابغى امسك خط والله والله جوا جدا جدا هنا صرح على شغلك يا ولد مسكني خط انا ابو احمد انا ابو احمد انا ابو احمد انا ابو احمد الو الو بسم الله معي زميل معك زميل وش الو تصدق انها اول نومه رقدها في المنتجع البارحه افضل نومه من ثنتين للظهر والله انه فيني نوم ما سالتك تعال ابو سحاب ايوه حطها ابو سحاب رد سحاب مطبخ مطبخ انت ابو سحاب اللي معكم من المطبخ ما تاخذ عثمان ضد فيصل وعوض اه تاخذ معكم انا عبد الرحمن حياكم الله تعالى والله الحال نوايه انا بروح شرف النوم يا ولد معي نوم قسم بالله العظيم اني ما اشوف يعني بقعد لحالي قعد لحالك فيكم اليوم. خير والله نوم والله برق ورعد قوي يا اخ سبحان الله والله 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 ما قوى من الا الرعد الساعة 9 والله قوي يحق له ما لا يحق لغيره ما شاء الله ما قلت شيء عسل عسل يزينك يزينك يا ابو عزيز محترم يا اخ عسل ليه؟ يو صوت قم ضدي يا جميل وين غايب قدك من يومك وينها عني اتصالاتك في المحبة هي الغلا اليوم طالبك عيد التفاتاتك حية اليوم انتو والرقع حسكم راح تهزمون هذيلا هل بنهزمهم حتى نقاط الجمهور بناخذها عليهم كفو حبيبي الله يبارك فيك يا حبيبي حبيبي وصل وصل اخي ما بين العباده كبدي في ناس بلوك من الفجر لا والله ما تعرف تطبخ فيصل هاي اللعيب بالله فيصل كم مره دزت طبخه اليوم سهله اصلا الزميل احنا بحاجه من قلت سالم الزميل احنا بحاجه يا الزميل روح سوي زميلك وتعال لا تجيب العيد وانا ابو طلال خلي انت الحين خلص امورك وتعال البس ثوبك البس ثوبك الثاني البس ثوبك البس ثوبك البس ثوبك لا لا ايش خلي 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 انا اجيب لك تعال لا 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 والله افضل يا ودينا وسخ يا اخي يا رجال عليك يا تعال هنا يا اخي اسلمت تقانا يا ولد شوف لك وجهانا اقلع لك اقلع تحولت انت لا اخي حد لا قلت لا قلت جنبك واحد زي كذا ياخذ ماركه تسوي كذا حط ماركه كذا ايوه تعنس
تعانس انت انت اخذت انت القهوه تاخذ تصبها ولا لا كله وش كله اتوقع تعرف تتكلم انت امراه وسياح وضرب خيجس سولف خليك هادي خليك هادي خلينا تربشه ربشه يلا انا الربشه ربشه عز الى امك شوف من اللي يقول شوف من اللي يقول انا ربشه صب ما باب انت ها وين الربشه ما من الازعاج من الازعاج من الازعاج الازعاج من الصقر ها الحين قبل استقهوى جوزين وهادي سوى فيه حركه الله لا رواك ان شاء الله ايه يصلحك طول عمرك ما شاء الله العمود اللي امس طهرك واحد ثاني بغى يضربني صاحبه رائع تقهى بغى يضربني صاحبه بيمناك يمناي الله يقطع ان شاء الله ابليس قول امين في وجهك محق انت فيصل زعل مني صاحب الصقر تعرف ليش ايش يقول قالب صاحب الصقر يقول زعل مني ايه قلت هذا العصفور يعض حلوة ابو احمد يقوم علي بالشبريه هذا العصفور يعض والله انك قايله والله ما يسود وجه صقر صقر مبلغ وقدره بشرك لا ترد لا ترد رد علي بنفسه ايه ايش قال حطها على ثوب وصخ لي ثوبي جزاك الله خير بيك الله يعزك ويعز السامعين يستاهل الصقر رد عليه مو الصقر رد عليه كف الصقر الله يستاهل اجل الصور بعدك ما غيرت ثوبك يا الجو يا عيال الجو حسن بيت الجو الجو جو مطبخ ها لا والله مو جو مطبخ ما بجو مطبخ تطبخ الحين انت ما تشوف الدرب يا وجه الله وين غايب قدك من يومك ها احمد وينها عني اتصالاتك بالمحبه يا اخي سخونه البارح ورقت خلني اقول لك القصيده الارشك بالي سخونه 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 هذا ما فيك شيء هاك تشوف قدامي يا اخي والله سخونتي يوم بعد على طول زين خلاص يعني ما فيك تسوي عقد انت يعني يوم تروح انا زين لا والله زين يا اخي نوم النوم يا ولد اللي ما ينام تمام يتعب الزبده ان الجو الله انا امس كيف سوى مشاري امس اموره طيبه لا شيء طلع معه التفاف انحراف اربع مستشفيات اخوك البارح تعبان يا حبيبي عادي يا قلبي ايش كانوا فيهم مستشفى؟ احنا اربع مستشفيات يعني التفاف انحراف ليه؟ روح مستشفى ليه؟ وش صار فيه عاد؟ اموره طيبه اخر مستشفى فحصه قال له تمام بس ريح نفسك مرضوض يعني ارتاح وكذا ايوه كله ارتاح الله انا رقدت بدري عشان ضرب يدخل المطبخ اروح اكمل اغراضي حقت الليله اللي بسويها انا سلام عليكم سنتين عليكم السلام صب لي قهوه الله انا سنتين انا اخوك كان بدي قهوه الليله الدوسريه ذي متى الله ها بس ان شاء الله يشوفون شغل متى ارجع ارجع فهد فيصل اقول لك عبد الله محمد ارجع اليوم طوف وقت خليها علي وانا بنظف لك وقص لك وحط لك وشيل لك لا لا عزيز 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 ارجع انا دائما اثق فيك عثمان لكن انت ترجع لكن بس باك تتركوا لي المجال اليوم في الطب اليوم يا رجل في عجينه في لحم مفروم وفي قرص ابو اصحاب يعطيك المجال ابو اصحاب زهلان النظافه والله العظيم لاني شوف الشباب كلهم اللي رحت معهم اعطيهم المجال يبي يبي تبي ايش هذا لكن روقي نفس اخر مره اعطيت المجال وفوزنا جزاه الله خير تتذكره؟ ترى قبل انا وياك طبخنا مره فزنا انا وانت اول مره عند سعد الغرمور انا ثاني مره عندك انت ثالث مره عند اورنس كمعزز رابع مره كنا انا وعلي الجعيدي يوم خسرنا خامس مره اللي هي اسبوع خسرت انت علي الجعيدي ولا الجو لا لا انا ما سويت شيء خليته يسوي كل شيء تعرف كيف خسرنا الطبخه جاهزه اكثر من اللازم خلت لك اشتغل وبحث وش الطبخه؟ رجعنا راضي كانت يا اخي برا المنتج امشي على رجلي لا مو برا ما اتذكرها صراحه بس كذي تحتاج تنسيق شفت وين شفت العصر وانا ابسط شو وجهك شفت العصر وانا بنبسط العصر بنبسط هني يا شيخ وش شو اسمه وش بضاعتكم؟ بضاعتنا والله طيب تبسطون فيها مناشف اوه قويه صراحه اعطاكم لا عادي السؤال طرطريشن يا بنبسط طال عمرك اشتري 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 وش ما معي فلوس اشتري عادي عادي من حدار لا لا عادي اول الراجعين الى القريه فيصل العرجاني وثاني الراجعين للقريه ثاني الراجعين ودنا يرجعون كلهم احمد عوض العجيدي
هو يختار حق السفينه. اقول لك علي الجعيدي يختار شنو رجع الى القريه. يغادرنا هذا المساء بكل حب وكل تقدير، ما قصر في الايام اللي فاتت. كل حب يطلعها من اعماق قلبه. شاعر المنبر لا مهندس الكلمه، مهندس الخريج يعود وراح يبحث عن وظيفه. شوف عشان يمني بالسفينه خلاص اركب السفينه. طيب هو قال يرجع يا ولد. السفينه غرقت مع الامطار. ما بالسفينه انا غرقت بهذا الجدار بالسفينه. السفينه اللي شريها صح ببيعها. انت مع السفينه بعد؟ انا اللي ماسس السفينه وبعتها. حتى دباب ما تاسس. يقول انا اللي شاريها. انت مسسها شاريها؟ انت شاريها ومسسها؟ لك ايش عذك؟ ايش عذك؟ ما شاء الله قلت اي انا ما شاء الله تمام. شرينا كروز وركبنا العيال وبدا يغرق ومعنا. ايه زين وعاد شلونك انت؟ امورك زينه. امورك زينه والله. تعرف اللي يجيك؟ اللي يجيك تعرفه؟ ايه ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. الطريق ومدخل منى؟ اي تختار عشان بكره في خذها كاش. شو يقول؟ منى عند عوض؟ لا عوض على عيني على راسي لك ام علي منى. هو هذا اللي درت عندك يا عيال. انا اشوف الكلام ما يصلح. عبد الله نبي فعل. عرف ما تدري من هي هابه يا ابو سحاب. عز الله هذه يلا الضرب والله. والله اليوم الصباح شباب ان برق ورعود. انا قومني من النوم اقسم بالله قمزت للرزق. قال كذا شو صار؟ انا قلت لا انت لا تزعل علي يا عبد الفريد. وضع عدو عدو قام يتكلم قام يتكلم. طير عرفت ربكي وجهك. قلب اسد. ها اسد قلبي قلب رجال كبه والسبيل. لا تتكلم كلمتين وتضرب كذا. ابغى لعب لك ضارب يدي. اقول كيف الرجال؟ كيف الرجال؟ انت ايش تقول؟ كيف الرجال؟ يا اخي وجهك بغيت الطمك على وجهك. ماني بذوق النوم يا والله. يا اخي من ثنتين هذا ذبت النوم. اخر شيء نزلت المستشفى نمت. الله دق النوم. هو داخل قلت له خلص امورك انا بنام يا ولد تعبان. الله نمت. طيب وش طلع معه؟ طلع عنده لبه ما ادري. كدمه دلوع دلوع بعمر صايرين دلوع ذي الايام والله وايد دلوع. دلع وده يا اخو. بس الحمد لله لا رحت مستشفى. يا الربع انا بقول لكم شيء. انا بصير رجال الاثنين ما راح امسك. انت اخوي انت واخويا وراعين فزعه. انا رجالنا الظاهر ان ركبتي من قطع الرباط حسب معرفتي يعني. ابد افتاق انا اخوك والركبه ذيك تخلصتها. ايش اللي فداك وتر هو؟ اسمع هو عادي عادي. الركبه ذي انا كنت صلحت فيها عمليتين خلصت هاربط اللي هنا وتبرع لي واحد قبل سنه ونص. شريت منه تبرع برباط. اي والله والله كم رباط في الركبه؟ طيب كل وحده فيها واحد سبير. في سبير هذه استخدمت المره الاولى. انا ما العب كوره. الثانيه قالوا لازم نفتح الثانيه قلت لا. شافوا في واحد منزل اربطه للبيع شريت منه واحد. قسم بالله نتكلم صدق استخدام حشمه والله. 3000 وشوي. صادق؟ اي والله اني صادق. فالحين كان قطع يا بيفكون الثانيه يا احد يتبرع لي. فاي الربع اللي بيتبرع ابد لا 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 قبل قبل اول شيء لا ما بك لا 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 شباب. انا بالنسبه لي مالك عندي غير الدعوه الصادقه بس. لا لا اول بدايه او قبل ما تسوي شيء اول بدايه نشوف اذا شيء نازل في السوق ولا شيء شيء مناسب. ترى اقول تكلم والله صدق. ترى اقول لك صدق اذا شيء مناسب لك اكيد باخذ شيء. السنه الظاهر الرباط اللي انا اخذه ليس الرباط ورع ولا رباط مراه ولا يا ودخ عليك رباط جيزان. شوف جيناتك في الطابق. شوف رخو على طول. اول جينات في الطابق معاه يا ابو. ها شوف الجينات حقتك في الطابق معاه. الجينات حقتي ما ادري على حسب. في بعضهم الطابق ترى فينا بعض الناس الطابق ورع مع ورع. زين قال يا حلو الرباط الجيزاني قال لك مستعد. ها قال لك رباط جيزاني. رباط جيزاني هو المطلوب يا حبيبي. قامزون على الجبال ما شاء الله تبارك الله فسقة. وانا اقول لك انا لو وقت ما بغيت اتصل بس كف والله يا ابو غال. عاد انت الحين متخرج النفسيه زين بلاش والله. الله ينقطع ذا حق الوالد يجي ابو احمد ياخذها منك. هب لك واحد اعطيني حقي. الله جيب جيب ابوي بس جيب. والله ما يقطع من هذا اللي يلعبون كوره. انت تكلم صدقك. بس الجو صراحه الجو الجو صراحه الجو صراحه اسمع اعلمك الجو اعلمك الجو جو ايش الجو تطلع. والله العظيم ان عرضوا لي 8 اربطه رباط حللت وطلع واحد اللي طابق على جسمي ركبته ما ادري من حق 8000 ريال والله. فاتورته عندي بس خل على الله. مستشفى تخصصي حق الحبيب. صادق ولا تستهبل اقسم بالله العظيم. العمليه الاولى من فخذي اخذوه
عليها ضمان. العملية الثانية قال نفتح رجلك الثاني ولا تبي نشوف متبرق؟ شبيت نوم فيصل. ما أنا كم طيب؟ شافوا مستشفى ملك فيصل ما أدري وش. يوم جنب بكرة يدق عليه الدكتور. طولت النوم. قال فيها حلو المزيد. جايب تخيل بعلبة كذا. 8 ربطة. طويل ولا زين ضمانه كم؟ ها؟ ضمانه كم؟ والله ما ادري. يمكن فيها ضمانه. يوم اخذت قال بنشوف اللي طابق حللت ورحت رقدت بالشقه، يوم جاء من اخر الليل ما ادري اذا جتني رساله بالايميل انه جاي يعني ابروف على غريب والله لان عارف العمليه وان الرباط يطابق مع الجسم. وكلم الدكتور قال توكلنا على الله، وخفت عمليات بعد صلاه الظهر. وانا اصلحها. وش يبغاك؟ رباط مولي. اللي انا عارف انه واخليهم يصوروا لي العمليه كامله واخذها بسيدي واتابعها بعد ما طلعت. كبد. كل العيال اللي شاف العمليه كلهم استفرغوا انتم بكرامتكم. انا مستانس طالب عملية. نسود وجهك. زين هاي نفسي ارتاح انا كذا والله. وقسم بالله في السناب واليوتيوب هذا اتابع انا ما اتابع.